طلعت في الباص مع الحركة، كانت صاحبتي وأختي، وطلعنا على الحدود. هناك أول ما رحنا ما حدش كان مقرب، إلا يعني شوية شوية بدأ الشباب يقربوا شوية شوية. بعديها رجعنا صلينا صلاة الجمعة وتغدينا، وبعدها رحنا ما لقيناش ولا حدا مقرب، كل الشباب كانوا ورا 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 ورا، ما حدش مستجئ انه يقرب اي خطوه. فمسكنا انا وصاحبتي ايدينا ورحنا نمشي، وطبعا الشباب ورانا وبتحرك شوي شوي معانا، احنا بنتحرك لقدام وهم ورانا. وبعدها البنات صاروا يجوا يمسكوا بايدينا ويمشوا ورانا، يعني ضلهم معنا. صرنا احنا الخط، البنات كنا في المقدمه، الخط الدفاع تبع الشباب. ورحنا هناك ورموا علينا قنبلة مسيل دموع هناك وتأذينا كتير، والحمد لله. بعديها صرنا يعني شوية، صرت أقدم أنا شوية شوية من غير ما يلاحظ اليهود يعني، وأخذ الإعلام وأودي للشباب وأخذ حجار وأودي لهم عشان يرموا على اليهود وهيك. صرت أروح وأجي وأروح وأجي وأروح وأجي، وشفت الشباب وهم بتصاوبوا، وهنا سوان هيك وقعت على الأرض، واللي استشهد يعني دم انحرقك، ما كنتش استحمل. صرت أخذ الحجر أرمي عليهم وتخبيت تحت التلة. بعديها قمت ورجعت شوية، وبعديها رجعت قدمت تاني، حسبت إنه أبين يعني إحنا مسالمين، يعني جايين سلام، يعني جايين مظاهرة سلام، يعني مسيرة سلام سلمية. ف وأنا ماسك العلام لفيت وجهي إلا بلاقي رصاصة هم بخبطوها، كانت قناصة من فتى من الجيش الإسرائيلي قنصت على هم. بالعكس هيك شجعوني من لما يعني تأكدت تماما، يعني تأكدت على الأخير إنه إحنا مرعبينهم، إنه إحنا منقهرين، هم انقهروا منا، دمهم صار يغلي لما شافونا زي هيك. فعشان هيك كبوا علينا كنابل غاز، بس ايش ما كبوا ورموا علينا صواريخ قنابل رصاص، حنضلنا واقفين باذن الله. ان شاء الله لو ايش ما عملته وايش ما سويته حنضلنا هنا، وايش ما حاولتوا انكم تتالفوا وتحكوا انه احنا ارهابيه وتحكوا انه المقاومه ارهاب، اذا كانت المقاومه كلها ارهاب، إذا كانت المقاومة بتحكوا عنها إرهاب، إذا نحن كلنا إرهابية، لأنه إحنا كلنا مقاومين بإذن الله. ضلنا صامدين متوحدين إيد واحدة ضد الجيش الاحتلال، ما نتفرق ما تفرقناش الصعوبات، لأنه كله بأجره إن شاء الله، وأي واحد بيستشهد من عندنا إن شاء الله كله كلنا بإذن الله رايحين على الجنة هناك. يعني إحنا بنعشق الشهادة زي ما هم اليهود بيعشقوا الحياة، يعني اليهود بتمنى انهم يعيشوا 1000 سنة، احنا العكس تماما، احنا بنتمنى اصلا انه نستشهد، لانه احنا عارفين اللي عند ربنا هو الخير وهو الباقي. الحمد لله. هم يدفعون اذواقهم اعلامهم حراسهم عفن هنا ومنافقون، ولكنهم لا يعلمون لله جند غالبون، لكن